مشاركتي في العمل ديال هذه الملحمه اللي على المنتخب مشاركه كانت بالنسبه لي انا جد مميزه، مشاركه جميله بزاف في العمل الفني، العمل المغربي، العمل الوطني مع مجموعه ديال الفنانين اكيد اللي كنكلم كل احترام وكل تقدير. فنانين تبارك الله عندهم واحد المستوى طيب في الساحه الفنيه المغربيه. سمعت لي بارول، سمعت الاغنيه، سمعت لا شونسون حنا كنسمعوا فيها دابا نيت. عجبتني الفكره بان نجمعوا حنا واحد 11 ارتيست وكاع الفنانين اللي حاضرين معايا دائما عندهم واحد لو بوا ديالهم، واحد اللمسه ديالهم في المغرب، وتبارك الله عجبوني بزاف. ملي شفت لي نون ديالهم عجبتني الفكره وساهمت انايا كمواطن مغربي من اجل هذه الاغنيه ديال المشاركه ديالي في ويكام باك. ويكام باك هي يعني اغنيه هديه، اغنيه تتحفز المغاربه يعني الفريق الوطني تاعنا وتتشجعوا انه يزيد يستمر، وكيف فرح المغاربه حنايا بدورنا كفنانين نغنيو ليه ونغنيو اغنيه للشعب انه يتغنى بها في هذا المحفل الكبير ان المغرب تاهل لكاس العالم والله يوفقهم. كنت فخور بهذه الاغنيه هذه، علاش؟ لانه الاغنيه تسجلات وتصورات في واحد الظروف اللي هي اخويه بيناتنا احنا الفنانين. اغنيه اللي انا شخصيا عجبتني، عجبني اللحن، جاني خفيف، فيه واحد شنقول لك واحد طاقه ايجابيه زوينه، لحن حماسي شعباوي، داكشي ديال تيرانات. احنا مغاربه يعني المواطنه في دمنا، يعني احنا كنشجعوا الفريق الوطني، اقل حاجه نهديوها لهم هي هذه الاغنيه. والاغنيه ماشي غير غنيتها بوحدي، انا فرحت بزاف لان كيشرفني نتعامل مع 11 مغني وانا هو 12 و11 مغني من الفنانين المعروفين في المغرب، يعني صافي بليزير وفرحان. وكمغربي راه ما غادي، هذه هي الهضره اللي غنقول، انا فرحان بزاف لهذه الاغنيه ونتمناها توصل للفريق الوطني والمدرب توصلهم ويسمعوها وراه غادي تعجبهم. والحمد لله احنا كلنا وراء الفريق الوطني المغربي ان شاء الله. هي الفكره ديال الكلمات والالحان بدات من شهر 10، يعني من شهر 10 11 ملي بدا يبان لنا الضوء ديال التاهل. وكما قلت لك كاي واحد في مغربي من كل شيء يعني تعجبوا الاغنيه، اي يعني كما قلت لك ملي تنجحوا الاسود ونجحوا الاسود اي مجال من المجالات الناس تيبدعوا فيها، مجالات الرسم تلقى الناس يرسموا على الاسود، لي زافوغرافيست في البلاد كل مره تشوفوا دي زافيش في شكل على هذا، يعني كذلك احنا الناس الفن احنا جاتنا الفكره اننا نعاونوا في المنتوج ديالنا في البلاد، نعاونوا في الاغاني في البلاد. والحمد لله جات الفكره بحال هكاك وبشويه بشويه ديفلوبات الاغنيه والحمد لله هي كما شفتوها اليوم.